مشاهدينا ما زلنا معكم في متابعة هذه الصور المباشرة إذن من رام الله من مكتبة العربية وعمليات الاقتحام التي كان ينفذها الجنود الإسرائيليون. الآن هم يبتعدون عن وسط رام الله بعد إطلاق نار أصاب مكان بث العربية. إذن تابعنا قبل قليل أصوات إطلاق الرصاص على هذه المنطقة. الآن نستمع مشاهدينا إلى صوت عبد الحفيظ جعوان من جديد. يعني من هذا المكان تحديدا وكنا نقف هنا والجنود كانوا في الأسفل وكما تشاهدين نعم لا أعرف كنت تسمعيني الآن نعم نعم إذا كنت تسمعيني كنت أتحدث أننا عادة ما نقف في هذا المكان ونقدم رسائلنا المباشرة. كنا مع الحدث نقف في هذا المكان وكما تشاهدين الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص بشكل مباشر علينا بينما كنا نقف. هذا موقع الرصاصة هنا وأصيب زميل ببعض شظايا الزجاج الذي تفتت نتيجة إطلاق الرصاصة على هذا المكان. كان هناك استهداف مباشر من الأسفل لنا. طبعا حالنا كحال بقية المواطنين لأن الجيش الإسرائيلي عادة عندما يقتحم المدن الفلسطينية يكون في حالة استنفار كبيرة وعدد كبير من الفلسطينيين أصيبوا بسبب هذا الأمر أن الجنود الإسرائيليين يطلقون الرصاص على أي شيء يتحرك في المحيط. وبالتالي حالنا كحال بقية المواطنين. كنا نقف هنا لنحاول رصد الجنود الإسرائيليين. إذا استطاع الزميل محمد التقاط سيارات الإسعاف على ما يبدو أنها تنقل بعض الإصابات التي جرت في محيط المكتب هنا وبالتالي أطلقوا علينا الرصاص بينما كنا نقف هنا ونقدم هذه الرسالة لمحاولة لرصد هذا الاقتحام الإسرائيلي الذي تم بشكل مفاجئ لمدينتي رام الله والبيرة. الآن سيارات الإسعاف تنقل بعض الإصابات هنا. لا نستطيع معرفة كيف هي الإصابة وما حالها ولكن هناك سيارتي إسعاف على ما يبدو بعض الجرحى أصيبوا خلال تصدي الشبان الفلسطينيين للجيش الإسرائيلي وعملية الاعتقال. وكما سمعت يعني الجيش الإسرائيلي أطلق الذخيرة الحية والرصاص الحي بشكل كثيف واستهدف كل شيء تقريبا. وب...